شنو معاناتكم؟ معاناتنا شمع تشوف الزبالات تقبل أنا أمسك دنبر بفلوس ونظف الشارع. يعني هاي الشهرين لي أعمر البيت بيتي خربة، وهاي الشهرين من رجعت لا شفت أبو منظمة ولا شفت أبو بلدية. يعني البارحة أنا اشتريت ماي، اليوم جوني أهل المنظمة كل 10 أيام يجوني مرة يقولوا لي نص نص تانكر ننطيجه. هاي المعاناة اللي نعانيها، يعني ما انطينا بيوتنا، سيارة ابني بلا رقم راحت، أثاثي كله راح، ورجعت أنا بديت من الصفر. ويغي يعوضونا هسا، ما أريد كل شيء، لا يعوضونا لا فلوس ولا كل شيء، خلي يجوني يشيلون الأنقاض. كفي عبوهم بجيوبهم يكفي. والله لا حزرنا ولا حد جانا، وكل مين يقول لك قلو قذب كوي. والمنظمة كانت تجينا كل 5 أيام، هسا كل 10 أيام دي تجينا، مرتين نشتري ماي، والله مرتين نشتري. يا شو طالب؟ أطالب أهل البلد يا أخي يجون ينظفون الأنقاض. وينو هذا أبو الصحة؟ وينو المحافظ الله حفظه الله ورعاه؟ وينو ملت الجيوب يكفي؟ ماي وكهرب هذول البنوق ملت والجيوب ملت يكفي؟ كل شيء ما قدمناش قدم، انما انت الله ورسوله كل شيء ما قدم. انا ولا شفته زي المحافظ، ما اشوفه بس بالتلفزيون اشوفه. بس محافظ الجديد اذا جاب لك شيء يراعينا، يشوف ظروفنا. ادمي من وادم يريدوا من الموصل من النوبينا. يحس بمعاناه المواطن. ايه يحس بمعاناتنا. معاناتنا هاي الاوصاف، هاي القدرات حتشوفها. يعني يقبل واحد من المسؤولين هاي الاوساخ من بيته ويطلع يشوفها؟ قاعدين وننتظر الحكومه، ننتظر المحافظ، وين المحافظ؟ لا جاء مسؤول، لا جاء احد من المنظمات، لا مساعدات، لا ابد ولا اصلا كل شيء ما اكو. اشتي هذه ليش ناسين هاي المنطقه؟ ولا يخافون منها خط صد بعدها؟ ماكو هيك شيء. يعني عايشين على اعصابنا هنا. هاي لا مي لا كهرب لا خدمات بلديه ماكو. عشان اقول لك يعني عنعيش عيشه باهانه. والله ها ما عن ما تيجي المنظمه، اي انا صار شهر انا قاعد يوني لا مواد ناس قامنا عدا ما يقبل ياخذ خسفي متوقع المنظمه يوقع عيشون علينا. هم لا ماي لا كهرب، وانا بوحدي وانا هذا انا عايشه. يعني انت ساكنه هنا وحدك؟ الحمد لله. وانا وبحثي وما عندنا لا مواد. ناخذ القسيمه يوقعون. لا مواد. يعطونا مواد بس، يعطونا كهرباء وماي اشغل، الحمد لله قاعدين ما شاء الله قاعدين بالمزارع. معاناتنا هالاوساخ هذه، ولا ماي ولا كهرب ولا مواد غذائيه، وانا عندي معوق بالبيت، الله ما يقبلها يعني. احنا جينا من الايسر من الايجارات ما عندنا يا ولدي. غير يرحمونا الحكومه تضحك علينا المحافظ المسؤولين. هاي منطقه الدواسه. معاناتنا هاي المعاناة تشوفها قدامك. يقبل المسؤول يم بيته؟ اكو يجي يقول انا خليه يجي المسؤول. اكو مسؤول يجي يقول انا يم بيته هيك وسخ هيك حاله؟ ماكو لا بلديه لا اهل ماي لا اهل كهرب. زين المنظمات مال ميه تجينا كل اسبوع كل 10 ايام خلف الله عليهم. زين بس خليه يجون المسؤولين احد يزور هاي المنطقه يشوفها. ينظفوا لي بالشارع العام، من بور شارع جاي منه المسؤولين ورايحين.